صباح الخير، حلقة جديدة من أخبار الصباح ليوم الأربعاء 7 كانون الأول. توقيع كتاب الحديقة الخلفية للزميلة الإعلامية شهير إدريس بمعرض الكتاب العربي بالبيال بحضور عدد من الزملاء والأصدقاء. بعيونهم نرى معرض صور بعيون الأطفال وحفل جوائز من تنظيم جمعية تكافل وغيرها من التقارير المنوعة. أما ضيوفنا لليوم فهن السيد إصطفين عسال عضو المجلس البلدي بالبترون لنحكي معه عن افتتاح القرية الميلادية بالبترون وأبرز النشاطات اللي رح بتنظمها البلدية لأحياء الأجواء الميلادية، بالإضافة إلى المصور الصحفي عمار عبد ربو لنحكي معه عن كتابه حلب أليبو يلي بيصادف توقيعه اليوم. ولكن قبل ما نطلع على كل هالتفاصيل، بداية حلقتنا بتكون مع اتصالنا مع مصحة الأرصاد الجوية والأستاذ فيصل البنا معنا على الخط لنأخذ منه تفاصيل عن طقس يوم الأربعاء وكيف رح بكفي خلال الأسبوع. أستاذ فيصل صباح الخير. صباح الخير يا هلا، كيفك؟ الحمد لله على نعم. والطقس كيف؟ والطقس كتير منيح حاليا. بالنسبة للطقس الحالي العامي حيكون عنا منطقة من ضغط جو المرتفع بتسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط وأدي لطقس مستقر خلال الأيام القادمة. نعم. الطقس المتوقع بلبنان نهار الأربعاء قليل الغيوم إلى غائم جزيا بسحب مرتفعة مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة على الجبال والداخل. كما نحذر من تكون الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية في الليل وساعات الصباح الأولى. نعم. بالنسبة لنهار الخميس غائم جزيا مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة على الجبال والداخل، ويتحول بعد الظهر إلى غائم مع ضباب على المرتفعات ورياح ناشطة. نهار الجمعة مشمس إلى قليل غيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة. يعني هل الانخفاض وهالحركة اللي رح بتصير نهار الخميس ما رح تحمل شتاء معه؟ نو ما في شتاء معه. اوكي، بدنا نحكي بالارقام عن اليوم قبل ما نختم، تفضل درجات الحرارة. بالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الاربعاء بين 9 إلى 21 درجة على السواحل، الخميس بين 8 إلى 20 والجمعة بين 8 إلى 20. نعم. فوق الجبال بين 6 إلى 14 اليوم الأربعاء، الخميس بين 5 إلى 13 والجمعة بين 5 إلى 13 درجة. نعم. مناطق داخلية وأرز، تفضل. بالأرز بين -1 إلى 6 درجات، الخميس بين -2 إلى 5 درجات والجمعة بين -2 إلى 5 درجات. نعم نعم. في الداخل بين 4 إلى 15 النهار الأربعاء اليوم. نعم. الخميس بين 3 إلى 14 والجمعة بين 3 إلى 14 درجة. أستاذ فيصل شكرا على وقتك، بنتمنى لك نهار حلو. شو عنوان صحف بيروت لليوم؟ خلينا نطلع مع الزميلة جوال نصر. جوال صباح الخير. صباح الخير بيارات، ان شاء الله ما تكوني تعبانه بيارات، عم تتعبي هالايام. ماشي الحال. جود لك كمان. ميرسي. نحن مثل العاده جوله على عناوين الصحف اللي صادره لليوم الاربعاء 7 كانون الاول. بداية مع عناوين صحيفة النهار، قطار التأليف أمام 3 محطات، بري اتصالات التأليف تسير بوتيرة أفضل والحكومة تفصيل. باسيل أكد التحالف مع الحزب والقوات ورحب بالمردة. ضمن محليات النهار وسيط قطري ومبادرة لجمع الحريري وريفي. ضمن تربية ومدنيات لبنان يتصدر مؤشر القراءة العربي 96%. القمة الخليجية 37 افتتحت في المنامة، سلمان الإرهاب والطائفية يهددان المنطقة. قوات النظام تدخل أحياء حلب القديمة، وكتب لليوم سمير عطلة ضمن افتتاحية النهار مساح الشرق الأوسط، وبختم مع الصورة الرئيسية وهي من الاحتفالات أمام مغارة الميلاد يلي أقيمت امبارح بباحة القصر. إذن بحضور شخصيات سياسية فنية وثقافية، وعم نشوف أكيد الرئيس ميشيل عون والسيدة الأولى السيدة نادية عون مع أحفادهم. من النهار إلى عناوين صحيفة السفير، هدايا التيار، سلة رسائل وضمانات. عون مطمئن وبري أو عون مطمئن صحيح وبري، الحكومة جبنة معتقة والمردة لا تراجع. أيضا بالسفير، حلب الربع الأخير للمسلحين، المدينة القديمة في قبضة الجيش. وختاما، آلام القمة الخليجية
وآمال الوحدة المتأخرة. من السفير إلى عناوين صحيفة الحياة، الملك سلمان: تحالف الإرهاب والطائفية زعزع أمن المنطقة واستقرارها. قمة المنامة تفتتح بدعوات إلى التعاون والتكامل لمواجهة التحديات في العالم. موسكو تخطط لما بعد الحسم في حلب. روحاني يلوح لأمريكا برد قاس على تمديد العقوبات. وختاما بالحياة، الجيش العراقي يتقدم نحو وسط الموصل. من الحياة إلى المستقبل، تفاؤل رئاسي ورسائل حكومية: التأخير عابر والعهد سينطلق. الحريري يعزي متضامنا مع الجيش وقهوجي للمستقبل: سنوقف المعتدين بالتأكيد. ماي في المنامة تشارك دول الخليج مخاوفها من تدخلات إيران الضارة. الملك سلمان: تحالف الإرهاب والطائفية يهدد المنطقة. مجازر روسية أسدية في إدلب وحلب. فرنسا تحذر من تقسيم سوريا. روحاني يهدد واشنطن برد قاس. وكتب لليوم: خير الله خير الله على أنقاض المدن العربية. وأيضا بالصورة الرئيسية لليوم، الصورة حملت عنوان ميلاد القصر، وهو إضاءة مغارة الميلاد بالقصر الجمهور امبارح. تابع جولتنا مع عناوين صحيفة اللواء: التيار العوني يجدد الأزمة، ربط نزاع مع بري، وفصل المقاومة عن الحزب. باسيل يلوح بالعودة إلى القانون الأرثوذكسي، وتبادل الحقائب مخرج جديد لمعالجة العقد. انطلاق قمة التعاون الخليجي في البحرين لقرارات هامة: مكافحة الإرهاب والتدخل الإيراني والتكامل الاقتصادي والأمني. جدال أمريكي روسي ولا خطط لمحادثات حول سوريا. وكتب لليوم فؤاد مطر ضمن افتتاحية اللواء: الديمقراطية المتوحشة في لبنان الموحش. تابع جولتنا مع عناوين صحيفة الأنوار: عون عن الأزمة الوزارية، لا خوف من تأخر تشكيل الحكومة. القمة الخليجية في البحرين تشدد على التعاون لمكافحة الإرهاب. تشديد الحراسة على المصارف بعد عملية السطو في المكلس. 57 قتيلا في استمرار الغارات على حلب وريفها. وكتب لليوم رفيق خوري: هل نضع على الطاولة ما في عمق الصراع؟ جولتنا بالتابع مع عناوين صحيفة البلد: تفاؤل بولادة حكومية قبل الأعياد، والعين على كلمة نصر الله. الجيش يوسع رقعة سيطرته ودمشق لهدنة مشروطة. انطلاق قمة مجلس التعاون الخليجي 37. وختاما الصورة الرئيسية حملت عنوان ميلاد القصر. جولتنا بالتابع مع ترجمة لعناوين صحيفة ديلي ستار: النظام يتقدم في جبهتي مدينة حلب. عملية تشكيل الحكومة تدخل مرحلتها الثانية. وختاما عون يطمئن اللبنانيين: الحكومة الجديدة ستتشكل قريبا. أيضا بترجمة لعناوين صحيفة لوريان لوجور: المادة 522 من قانون العقوبات قريبا على الرف. بالنسبة للأوساط العونية، اتفاقية التيار وحزب الله مستمرة. جولتنا بالتابع مع عناوين صحيفة الشرق: بوادر انفراج نحو الإفراج عن الحكومة. الميدل إيست تطالب الدولة ب$70 مليون. مصر: تجارة الأعضاء البشرية. وختاما كتب عون الكعكي ضمن رأي الشرق: أبعد من تشكيل الحكومة. من الشرق إلى الشرق الأوسط: الأمن والتنمية يتصدران القمة الخليجية. خادم الحرمين يحذر من تحالف الإرهاب والطائفية والتدخلات. وملك البحرين يدعو لأعلى درجات التكامل.
الخناق يشتد على المعارضة في حلب الشرقية، تأشيرة سعودية لخمس سنوات للشركات البريطانية، وختاما شكري للشرق الأوسط، قوة علاقتنا مع السعودية ضمان للمستقبل. ختام جولتنا مثل العادة بيكون مع عناوين صحيفة الجمهورية. الحكومة إيجابيات تنتظر الترجمة، الجبهات الشمالية وسقوط مخطط المنافذ البحرية، غاز لبنان يفقد المنافسة في الأسواق الأوروبية، ماركل مجددا رئيسة للحزب المسيحي الديمقراطي، وختاما مع الصورة المشتركة بكل أو بغالبية الصحف لليوم الميلاد في بعبدة. مع الصورة بنكون وصلنا لختام جولتنا على الصحف، فصل أول بحلقتنا من بعد مواعيد سقفية وفنية مع بيارات. جولتنا الفنية والثقافية لليوم منبلشها مع فعاليات الدورة 9 من احتفالية بيروت ترنم، وضمن المواعيد لليوم موعد مع التنار زياد نعمة برفقه فارتان أغوبيان على البيانو بكنيسة مارليس الأنطاري على الساعة 8 المساء. قضى فقط أسرع سندها أبدا. هون عم نشوف التنار زياد نعمة خلال مشاركته بعرض فني، طبعا اكيد اليوم رح بيكون الطابع الديني هو يلي غالب على الاحتفالية. وضمن المواعيد المنتظرة ببيروت ترنم بكرة موعد مع كورال الفيحة يلي رح بيقدموا حفلة بكنيسة مارمارون بالجميزة على 8 المساء. بإطار أمسيات المعهد الوطني العالي للموسيقى، الموعد المقبل رح بيكون ب 8 الشهر مع أمسية موسيقية أداء الباريتون فادي جامبارت وبترافقه أولغا بولون على البيانو. الموعد فإذا بكرة بأنفيتياتر بيير أبو خاطر بالجامعة اليسوعية على الساعة 8 المساء. اليوم ختام مهرجان الافلام القصيره يلي عم تستقبله سينما متروبوليس صوفيل، ورح ينعرض اليوم فيلم تحيه كاريوكا كتحيه للمخرجه اللبنانيه الراحله نبيهه لطفي. موعد عرض الفيلم بيكون بتمام الساعه 6 بعد الظهر، ومن بعد عرض الفيلم على الساعه 8 موعد توزيع الجوائز. كانت في المهرجان ده وعملت يعني عملت حاجة رائعة يعني، ولفتت الأنظار والناس كانوا معجبين جدا برقصها وكده، فهو صورها وهي بتصور بترقص على المسرح وصورها في المهرجان. هذه الصور فضلت لأنه كانت المكنة 8 ملي وهم ما عمل يعني ما طلعوهاش عشان تتظهر. المهم لما قال لي وختام مهرجان الافلام القصيره رح بيكون مع الموسيقي توفيق فروخ يلي رح بيقدم حفل بالميوزك هول وبيطرح خلاله ألبومه الجديد المدن اللامرئيه. كمان الموعد مساء اليوم نسمع لتوفيق فروخ. بكرة بتنطلق فعاليات الدورة الرابعة من بيروت اند بيوند انترناشونال ميوزك فيستيفال، ومجموعة من الفنانين رح بيشاركوا بحفلات كبيرة كتيرة، أبرزها الموعد المنتظر بتسع الشهر مع الفنانة يمنى سابا بالستيشن مرمخايل.
اللجنة التنظيمية لاحتفالية ال 150 سنة للأيوبي مبادرة العمل المسرحي بالجامعة بالاشتراك مع فرقة ذا فاكشن البريطانية بيقدموا مسرحية الملك لير لويليام شكسبير. هالعمل من إخراج سحر عساف وريتشل فالنتاين سميث من تمثيل روجي عساف، رفع الترابي، بشارة عطلة، فؤاد يمين، اليوسف، ساني عبد الباقي، زينب عساف، ماريليز عاد، سحر عساف وغيرهم. عروض هالأسبوع رح بتكون من بكرة الخميس 8 الشهر لغاية الأحد 11 الشهر على خشبة مسرح المدينة على الساعة 8:30 المساء. من الأعمال المسرحية رح منتابع وبتستقبل الترين ستيشن بمرمخايل الدورة الثانية لأكبر سوق للميلاد بعنوان كريسمس إن أكشن. مساحة كبيرة رح تجمع الفن، الديزاين، الطعام، الموسيقى وأكيد منطقة خاصة للأطفال. الترين ستيشن فإذا بيستقبل كريسمس إن أكشن من 14 ل 18 الشهر، وكل أرباح المعرض بتعود لدعم مركز سرطان الأطفال بلبنان. عم نشوف مشاهد من سنة الماضي. فإذن ورح أعطيكم فكرة عن الأوقات، من 14 ل 16 الشهر رح يفتح أبوابه من 3 بعد الظهر لل 11 المساء، أما ب 17 و 18 الشهر فكريسمس إن أكشن بيستقبل الزوار ابتداء من 12 الظهر لغاية نصف الليل. منتابع مع الأجواء الميلادية وأسواق بيروت كمان بتستقبل الدورة الثانية من كريسمس فيليج، بتنطلق ب 17 الشهر وبتستمر لغاية 23 كانون الأول. كريسمس فيليج بأسواق بيروت بيفتح أبوابه من الساعة 3 بعد الظهر لغاية الساعة 10 المساء، وب 17 الشهر نهار الافتتاح بتمام الساعة 4 رح بتكون في باراد بتضم 100 بابا نويل. عم نشوف كمان مشاهد من أجواء أسواق بيروت سنة الماضي بالكريسمس فيليج. الدورة التاسعة من مهرجان الفيلم اليوناني بتنطلق ب 15 شهر وبتستمر لغاية 18 كانون الأول بسينما متروبوليس، وفيلم الافتتاح رح بيكون ميثوباتي لتاسوس بوليميتيس على الساعة 8:15، فإذا ب 15 الشهر. رح نرجع مرة جديدة لأجواء الميلاد، ولكن هالمرة رح نطلع طلوع صوب بكفية، واحتفالات الميلاد اللي انطلقت بثلاث الشهر ببكفية رح تستمر لغاية 30 الشهر من الخميس للأحد. والعنوان العريض طبعا لاحتفالية الميلاد ببكفية هي لافيري دو نويل. فإذا هالأسبوع من 8 ل 11 الشهر فيكم تطلعوا بكفية من 6 بعد الظهر لغاية منتصف الليل لتشاركوا بمختلف النشاطات الميلادية. من بكفية رح ننتقل، وبمناسبة معرض بيروت العربي الدولي للكتاب بدورته الستين، بيقدم النادي الثقافي العربي وبيدعي إلى حضور أمسية فنية مع الفنانة سيدر زيتون بعنوان سيدر زيتون تغني سميح القاسم، أعيش اشتياقا مع فرقة لبنان السلام بقيادة المايسترو إحسان المنذر. الموعد رح بيكون بتسعة الشهر بتمام الساعة 6 بعد الظهر بقاعة المحاضرات بالبيال، ونسمع لسيدر زيتون. أذكركم أنه معرض بيروت للكتاب بتستمر فعالياته لغاية 14 كانون الأول. وخبر أخير من البلونوت كافيه، وموعد مع المغنية ماريان سوليفان القادمة من نيويورك لتقدم أجواء من الجاز، اللاتين والبلوز. ضمن المواعيد المرتقبة ثلاث مواعيد ب 10 14 و17 الشهر. هيك منكون وصلنا على ختام جولتنا الفنية والثقافية. كيف عم بيكون وضع الطرقات حاليا؟ رح ناخذ فكرة مع جوال.
مباشرة من غرفة العمليات المشتركة بهيئة إدارة السير، اليوم معنا المؤهل محمد ظاهر. صباح الخير. صباح الخير، يعطيك العافية. الله يعافيك، تفضل. مثل كالعادة عندنا الحركة الصباحية المعتادة ناشطة على إلى كثيفة على مداخل بيروت 3، بنبلش مدخل بيروت شمالي حركة سير كثيفة من مفرق شنانعير حتى محول عجلتوم، تتحسن تدريجيا على نفق نهر الكلب، ترجع عندنا حركة سير كثيفة من الليمول الضية، بتكمل على هالوتيرة حتى الزلقة الكارنتينا. كذلك عندنا حركة سير كثيفة على الطريق البحرية وكثيفة أيضا من ساحة انطلياس باتجاه الأوتوستراد. الإشارات خباز اتحاد جديدة عم تشهد حركة سير كثيفة باتجاه الصالومي وصولا حتى الحايق جسر الواطي، مدخل بيروت الجنوبي حركة سير كثيفة من خلدي باتجاه الأنفاق وكذلك باتجاه الوزاعي، المدخل الشرقي حركة سير ناشطة من المدرسة الحربية نزولا باتجاه الصياد. أما بالنسبة لحركة سير داخل عاصمة بيروت، جسر الكولا عم يشهد حركة سير كثيفة من المدينة الرياضية حتى نفق سليم سليم، وكورنيش المزرعة حركة سير كثيفة من البربير باتجاه الكورنيش، وتقاطع قصقص باتجاه العاملية بشارة الخوري حركة سير كثيفة وحركة سير كثيفة على مستديرة العدلية. نعم. وأخيرا يعني عنا أوتوستراد الرئيس الهراوي عم يشهد حركة سير كثيفة باتجاه أوتيلدية. نعم، يعني مشهد طبيعي مثل كل نهار. صحيح، ما في عنا أي عوائق على الطرقات. بالنسبة لحوادث السير، تسجل عندنا ضمن ال 24 ساعة 12 حادث و 18 جريح، في 7 جرحى. حادث سير اليوم بين فان وبيك اب على اوتوستراد انفي باتجاه بيروت، نتج عنه 7 جرحى، نقلوا الى المستشفيات، اصابتهم مبدئيا طفيفه قليله. ما في بس ضحايا. صحيح، الحمد لله رب العالمين، ما في عندنا ضحايا. وبالنسبة لمخالفات الرادار، تسجل عندنا 853 مخالفة سرعة زائدة. نرجع بنكرر المواطنين والسائقين التقيد بالسرعة المحددة على الطرقات حفاظا على سلامتهم. نعم، أي إجراءات استثنائية اليوم أو يمكن بكرة كمان رح يكون في هيك مطالب أو تظاهرات مطلبية بالشارع؟ مبدئيا بعد ما صدر شيء من العلاقات العامة بالنسبة لأي تظاهرات أو شيء. نعم، نحن بكره بنرجع بنحكيكم باتصال جديد، بنشكرك على كل هالمعلومات. فاصل جديد بحلقتنا وبنرجع. صباح الخير، هي سفيرتنا الى النجوم، فمين بيتجرأ يمنع صوته يرتفع بحرم الجامعه اللبنانيه؟ لا حزب ولا كمشة مهرجين ولا حتى جمهورية. فيروز يلي غنت لي صخرة بالنجم أسكنها تلك لبنان، هي يلي صلت يا قدس، وهي يلي عطيتنا الأمل بوقت كان البلد غارق بمجالس العزاء ولعنة السلاح والقتل على الهوية. منع صوت فيروز بالجامعة اللبنانية أو بأي مكان بذكرنا بحرق مكتبة الإسكندرية بزمن الجهالة، صوتها منارة بزمن الموت المجاني، صوتها بيحمل عزاء وحياة. فيروز مدينة للصلاة، فما أنتم؟ أدوات الصراع مع الجهل والتطرف على أنواعه هن الثقافة والأدب والفنون، فالكلمة والموسيقى والرقص لغة عالمية بتطلع الإنسان من قمقم الرجعية إلى فضاء الإنسانية الأوسع. مع الكلمة والكتاب بنبدأ حلقتنا من معرض الكتاب العربي بالبيال، وضمن فعاليات المعرض وقعت الزميلة الإعلامية شهير إدريس كتابة الحديقة الخلفية بحضور عدد من الزملاء والسياسيين والأصدقاء. الكتاب بيحكي مشاعر المرأة وهواجسها بين الحب والانكسار والشغف. تفاصيل أكثر من تبعها بهالتقرير مع الزميلة رولا أمين الدين. الحلو بشهير أنه هيدا العبق الوجداني بكتاباتها، يعني أنه مش كاتبة بس قصة، محملة القصة بعد إنساني ووجداني. طرحت الموضوع يعني أكيد بقوة وأكيد بلسان كتير نساء ما رح يسترجوا يحكوا بالأشياء اللي بتزعجهم بهيدا العمر تحديدا. كل امرأة لازم تقرأ، وكل صبية بتطمح للحب.
من قصص الحب والوجدان والأحاسيس الفائحة برائحة الأنوثة، تضع الإعلامية شهير إدريس كتابها الأول في متناول كل امرأة اجتازت الأربعين لتكون لسان الأنثى الناطق بالمشاعر والمخاوف والخبريات اللي تخشى بعض النساء من بوحة. الحديقة الخلفية، كتاب حجز مكانه بمعرض بيروت العربي الدولي للكتاب، جمع 40 قصة قصيرة اختصرت كل امرأة بعالمنا العربي. اللي ما كتبته بعد تكتبه لأنه مرهفة ولأنه شفافة، وبنفس الوقت ما في مسافة أبدا بينه وبين الشخصيات المختلفة ومختلفة عنها اللي كتبت عنها. بتمنى الكتاب يلاقي الرواج الكافي وينفهم أكثر ويروح لأكبر كمية من الناس حتى يعيشوا التجربة تبعها أو الحالات اللي كتبتها بكتابها تحديدا. بنصح الرجال حتى يقروا الكتاب مش بس النسوان، لأنه قصص كتير مهضومة وحلوة. أنا رأيي خطوة ممتازة وأحلى من السياسي أكيد، بتفتح أمامها مجالات واسعة بالتفكير وبالرؤى فشغلة عظيمة جدا. يتعلموا يحكوا عن الحب والشغف كانت شغلة منا هينة، وأنه تنحط هالإشياء بكتاب كمان شغلة منا هينة. هلأ من بعد ما الناس عم يقروا بيعطوا رأيهم، صار الرجال بدهم اكتب عن حديقتهم الخلفية وصار النسوان بدهم جزء تاني. فبتمنى يعني يكون كمان عنا كتاب سياسي لأني بشتغل بالسياسة، ويكون كمان إن شاء الله إذا تشجعت أكتر أعمل كتاب تاني. الكتاب وقع للمرة الثانية بمعرض الكتاب بحضور أصدقاء الزميلة شهير إدريس، حيث نشر من قبل دار المؤلف. كتاب شهير فرج العكس، انه النساء لما يصيروا بالأربعين بيصيروا يحكوا عن مشاعرهم أكثر وبيعبروا عنها أكثر، لو مش بشكل مباشر بس اللي بده يسمع بيقدر يسمع. متواضع هذه هي، حتى سلس اللغة سلسي وكلها طائد. وبفتخر أني أرى لأنه بعرف أنه شو هي شهير، وإن شاء الله للأعلى. يعني شهير عزيزة وغالية على الجميع من زمان، وإن شاء الله خطوة الألف ميل بتبلش بميل عندها. متابعين حلقتنا من الشارع اللبناني، وتحديدا رح نتعرف على كلمة جديدة وشخص جديد بهالتقرير من بعد فاصل ونرجع. ما هي هيدا الشغلة اللي خلتني اتجوزها صراحة، انه لما فات لعندي على المحل شفتها وعجبوني عيونها صار بدي اياها. ما بدي قلك شو بني، شو اللي جرالي بهالدني، بدي معك ابدا العمر اجمل سطر بالولدني. بس ما كنت اعرف شو بدي رد له صراحة، كنت كتير خجولة وكنت خايفة احكي شيء، ويعني ما بعرف بينحسب علي كل شيء وهيك شوي كنت يعني سنسيتيف. ايه كسر لي خجل، بحبه موت فيه. اول فترة بلا كنت شوف حالي عليه، بس مش انه شوفت حال بمعنى شوفت حال، كنت تقل حالي. لما ما كان يسأل عني وهيك كنت بعدين لما يتصل فيه كنت قل له كيفه مش عم شوفه ولا عم بعرف كيف ظروفه، وينه يسلم لي عينه ناس الغرام اللي بيني وبينه. تقل حاله علي كتير واشتقت له، واذا ما بيدقل اليوم رح دقل له، والله بنار بهالحركات توبني وعلى قلبي فات وعشق منه الكلمات وكل حروفه. بس تسمحيلي من الرقصة الأولى أوصف لك إحساسي فيكي، تسلمي لي ما أحلاكي طوب الأبيض شو محلاكي، لح أقضي حياتي معاكي أقعد ضلني غنش فيكي، لح بتصيري أم ولادي. للصراحة يعني أنا مغنج كتير ومدلل وشو بدك أكتر من هيك، كمان
عن بيت عمي. هي بنت وحيدة وأنا ابن وحيد كمان واجتمعنا مع بعضينا عرفتي كيف، وصار في دلال وغنج وبتعرفي أنت أكل ومناسف والدرز والحماتي عم تغزينها. يعني لما قبل ما تصير حماته كان هو يحبها وقعدها، يعني كان زبونته. صراحة كنت أربح منها كتير مصاري عشان هيك بتعطيني ذهب كتير عرفتي كيف، وهيك وما بتسأل وقال لي حسب اللي بدك إياه. بعدين زاد الحب أكتر، أعطتني بنتها كمان أغلى من هيك بعد فيه. ثقة عمياء هي صراحة، هديتني سيارة. يعني أنا هيدا الشغلة اللي بحبها كتير فيها، إنه هي إنه طبعا تعبانة بمصرياتها كتير وعم تصمدهم، وكانت عم تشتغل بألمانيا يعني عندها شغل كتير، مركز مرتب كتير بالدولة وهيك. فصار عيد ميلادي وقالت لي بدي فرحك، وأنا قلت أكتر شيء عم تجيب لي بلاي ستيشن مثلا، شو عم تجيب لي أكتر من هيك؟ يعني عم جابت لي السيارة صراحة. أول ما حكى معي قال لي قولي لأهلك إنه أنا عم بحكي معك وبدي يعني طالب القرب بجرأة. إيش في مستش يدنتك بتشات كوم تو مي دين إيش فيلديش باي مي هام إيش بونش مي دو ويست هي. أنا بشتاق لك كل يوم، بتمنى إنه تكون حد مني، يعني بدي أحميك أقصى لأقصى درجة، أعطي كل جهدي لأحميك، يعني كموش إيدي ما بدي أخسرك. كلمة اليوم الحياة زواج. المشاهد عم نشوفها من نهار الأحد من البترون وضمن افتتاح القرية الميلادية، وبهالمناسبة منرحب بضيفنا لليوم السيد إصفين عسال، حضرتك عضو المجلس البلدي، لناخذ تفاصيل أكثر عن الحلة الميلادية الحلوة اللي بتلبسها البترون كل سنة. أول شيء نرجع لنهار الأحد، كيف كان الافتتاح؟ كتير جيد وفوق توقعات، يعني الحمد لله كان في كتير عجقة وكانت كتير للناس كتير مرتاحة، يعني كان في لجميع الأعمار، والسيستم المتبع هذه السنة كمان كتير حلو. في عنا باندات بالشارع العام بالسوق القديم، وفي عنا كريسمس فيليج وللصغار، يعني الأهل ما بيجروا نهائيا، يعني بيكون هني في عنا فود كارت، في عنا هلأ بنحكي أكتر عن كل ساكشن يعني بتكون بالقرية الميلادية، بس هيدا أول سنة، أول سنة بتعمله أكيد نشاطات كتير البترون صحيح. تعملها بمناسبة الميلاد، بس أول سنة هي أول سنة بقلب اللوكيشن بقلب مدينة البترون القديمة والسوق القديم، يعني لقينا مكان اللوكيشن المناسب لهذا الشيء. كمان يعني كان ممتاز، يعني يعني فيك تقول البترون هي مدينة أنتي ستريس ودغري، يعني كان في يعني شفنا هلا الأجواء العالم كلهم كان عندهم إقبال على صحيح، يعني الناس ضبطنا حتى كمان قبل الوقت، كمان قبل الافتتاح، يعني كان في ضغط كتير علينا بهذا الموضوع. خلينا نحكي هلا بتفاصيل كريسمس فيليج. في عنا الكريسمس ماركت، ان ستاندات ومحلات حد الكريسمس فيليج، في عنا اشياء مثل ارتيزانا، عنا فود كارت، عنا حرفيات، عنا مون البترونية وكل شيء بلدي، في عنا بانس، في عنا كمان شو فيس بينتينج للأطفال، في عنا يعني فوتو مع سانتا، بيفوتوا لعبات سانتا بيتصوروا معه. وكل هذا الشيء فور فري، يعني كل هالاكتيفيتيز عاملينها فور فري، ونفس الوقت على طول في باندات يعني بالشارع العام، وكمان في باندات بالكريسماس فيليج جوا للاطفال، وفي باندات للكبار، وفي عندنا كثير ستاندات يعني الاهل قادرين ينبسطوا فيها، يعني في عندنا واينري البترون كمان صارت مشهوره بالمبيد، في عندنا كذا، ويعني فيك تقول ستاند للمبيد، وهالامور كانت كثير حلوه. في اكيد رح يكون في رسيتالات ميلاديه، في عندنا رسيتال نحن اجمالا البروجرام هو كل سبت واحد، نهار الاحد هيدا في عندنا كونسرفاتوار الوطني بكاتدرائيه مار ستفان، يعني شفيع البترون 6:30 زقلراد، وفي عندنا كمان السبت والاحد، احد الجاي عندنا كمان 18 شهر كمان كونسرفاتوار وطني تلاميذ معهد البترون. كمان ب 25 بعفوا بالخميس 22 وجمعه 23 والاحد 25 وثنين ثلاثة وأربعة 26 27 28،
كمان في عاملين شغله مميزه، عاملين ليتر لسانتا للاطفال اللي بحبوا يطلبوا شيء من سانتا قد ما فينا. رح نحاول نحقق امنيات اكثر عدد ممكن. من ايد الاسم وبحط رقم التليفون وبحط الليتر بقلب البوكس ونحن بنعمل عليها صاحبي يعني عشوائيه بطريقه بنشيل منها اسماء وشوف في موجود بقلب التمنيات. هلا صاحب عشوائي يقوم يطلع لكم مثلا بدي سافر بادجت عالي بتغير السحب ما بترجع شيء يعني بالعكس نحن هيدا الشيء نحن عاملينه ما رح نبخل على شيء يعني عن جد عم بتحققوا حلم الطفل بالميلاد. ما في شارك فيها الكبار، الكل بيشارك فيها بس انه اجمالا رح تكون طلبات للاطفال باسمهم ومع رقم تليفونهم. ونحن للصراحه يعني قد ما نقدم البادجت كله للبلديه ما هيك البادجت من البلديه. نحن عندنا كمان بدنا نوجه شكر كمان للجنه تجار الباترون ولا كمان للفستيفال دو باترون كمان لجنه مهرجانات ونحن كمان بلديه عاملين لجنه من هالثلاثه من ناس مع بعضنا. وهذا الشيء كمان بكل صراحه يعني لو من الورك تيم ومن رئيس بلديه الباترون رئيس اتحاد بلديه الباترون الاستاذ مارسيل الحرك قدرنا عملنا هالشغل، قدرنا عملنا هالروحيه الحلوه اللي قدرنا قلعنا بهذا المشروع. طيب صفين من اي ساعه لاي ساعه بيفتح ابوابه واي ايام من الجمعه؟ من الاربعاء للثمانيه سبت واحد. عندنا كمان خميس يعني فيك تقولي سبت ب 10 الشهر والاحد 11 الشهر. السبت ب 11 ب 17 و 18 الاحد، خميس 22 وجمعه 23 والاحد 25. بيرجع عنا كمان التنين 26 3 27 والأربعة 28 ولا خلال العطلة المدرسية. نعم خلال العطلة المدرسية خلال الجمعة. طيب الباترون كيف بدها تثبت حالها؟ يعني جبال جارتكم عاملة كمان احتفاليات، طرابلس كمان هالسنة عاملة احتفاليات كتير كبيرة بمناسبة الميلاد. حظنا حلو يعني حلو هالخطة. لا 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 عم تستحمل كيف بدها تثبت حالها. بقول لك شغلة تقول لك شيء، نحن كتر خير الله نحن بيطلعنا من اثنين لأنه بالنص جغرافيا. ما هيك مظبوط جغرافيا بالنص يعني فينا نروح نهار جبال نهار الباترون نهار طرابلس. بقول لك شيء كمان نحن لازم نوجه كمان رساله لكل الشعب اللبناني مثل ما بيقولوا، نحن السياحه الداخليه لازم نعززها. مزبوط. لانه انا برايي مشوار على الباترون يعني يوقف السياره يتمشى بالسوق القديم يدوق الليمونادة الباترونيه يتمشى يشوف السور الفينيقي يبرموا بهالمحلات يشوفوا اللي عندنا الماركت كثير حلو. هيدي بتعرف في كثير محلات من لبنان ما عاد مش زايرينها. ايه ما نحن هلا قد ما فينا بنحاول يعني اعلاميا نطور هذا الموضوع. ونحن متشكر كثير تي في فيوتشر تي في لانه اعطانا الهواء وكل شيء هواء دقيقه للباترون نحن لعنا بكنوز الدنيا يعني اكيد متشكركم على هالموضوع. مثل ما قلت يمكن هيدا اكيد مبادره لتشجيع السياحه الداخليه يعني نحن الباترون فيك تقضي نهار فيها يعني كل شيء موجود يعني فيك تقولي انه هلا لو جوال معنا خطة كان متكاملة. كان ما خلص الحديث عن الباترون ظروفها ما سمحوا لها. ايه لا اكيد منعزيه في حدا بيقربها توفى لجوال كزنتها. اذا بدنا نرجع للقريه الميلاديه بدي بس الباترون يعني هو منطقه بتعيشوا فيها بالصيف وبالشتاء مش يعني مش مثل بدنا نقول بعيده شوي عن يعني منا قريه يعني منا اذا فينا نقول الباترون الحلو فيها يعني للصراحه الباترون هي بحد ذاتها هي ثقافه يعني يعني بطريقه وجود هيدي المدينه الحلوه نفسيتها نفسيه ضيعه. وهيدي المنطقه بالنسبه لنا يعني قد ما نحكي عن مدينه الباترون يعني ما بعرف رح انت هلا نازل من الباترون إيه نعم برايك يعني. او كيف لمستوا هلا الكريسماس فيلج هيك عم بتنشط شوي الحركه الاقتصاديه؟ عم بتنشط الحركه وتلاميذ المدارس كثير مبسوطين يعني في كثير الناس مبسوطه عم ناخذ يعني بناخذ كل شيء فيدباك من الاهالي ومن سكان الباترون كثير كل شيء يعني عم بيكون ممتاز وحلو والناس عم تتسلى. ونحن كمان هدفنا يجمع اثنين يعني يجمع الاهل ويجمع الاولاد كمان وكل شيء فور فري يعني كل هالنشاطات عم نقوم فيها هي فور فري للباترون فور فري متوفره للكل ومتوفره للجميع. اوكي خلينا يلا. نشوف شوي اجواء نهار الاحد ونرجع من شغله عرباشكا ولا ليك المخ وين؟ انا ببلش برا فين الجمال احلى عالم هون كل شيء انيميشن عم تنعمل للاطفال. كان اكثر يلي عم بيزوروا الكريسماس فيلج وخصوصا الافتتاح يعني كانوا من اهل الباترون او كمان لا كثير نحن عن جد كثير انبسطنا في كثير ناس يعني اجت شافت السوق في ناس ما كان عندها فكره عن هالسوق الحلو الموجود عندنا
تمشت وشافت وانبسطت وعنا عم بيقولوا لنا ايمتى بدنا ناخذ فلايرز تنرجع نعيدها. يعني في كثير ناس عم تتصل فينا وعم يستفسروا كثير عن الموضوع، يعني كثير شغله الحمد لله ناجحه. بندعي كل اللبنانيه يعني يطلعوا على الباترون، الباترون كثير حلوه، وبعتقد انه تمشي بمدينه الباترون او تقضيه نهار هيدا النهار بيكون كثير منيح لهم ولعيالهم. و صح، وين الكريسماس فيلج تحديدا؟ بالاولد تاون، يعني بالسوق القديم، السوق القديم القريب كثير على المينا، القريب كثير على مرفق الصيادين، قريب على المدارس وقريب على الكنائس الموجوده تحت. يعني مدينه الباترون معمره من صح، عم نشوف هون الفراد اصلا بالسوق القديم، السوق الحلو هيدا الفراد ونهار الافتتاح والضغط. يعني الصراحه المشهد عن جد كثير معبر. اكيد عم يضلوا فاتحين المحلات العشيه. هيدا شوفي جمال كثير حلو هون هالممر، يعني احنا بالنسبه لنا كل حجره بتعني لنا من هالجاره. بس كثير كان في مشاركين، انه كان في كثير عالم عن جد. قضاء الباترون، ابناء قضاء الباترون، منطقه الباترون، في كثير ناس كمان اجت من الكورة، من طرابلس، من جبال، من كل المناطق، طلعوا علينا بمنطقه الشمال. والباترون مقصوده سياحيا لانه فيها موجود فيها كل شيء، فيها من اهم اوتيلات على الخريطه السياحيه موجودين، في عندك المطاعم من جميع المطاعم، وهلا في عندنا كثير مشاريع مستقبليه اذا الاراد رح نقوم فيها، هي منها بايك تراك وكل شيء بيتجه للاوت دور. عن جد الباترون رح تكون رمز بهذا الموضوع اذا الاراد بالمشاريع المستقبليه بال 2017. واكيد الكريسماس فيلج رح تصير محطه سنويه اذا الاراد، ورح نحاول نطورها لانه مثل ما انه مبين الاقبال كان كثير منيح. وانا بحب وجه كمان شغلي يعني للناس اللي عم تسمعنا، نحن قد ما فينا بدنا نحافظ على جمال مناطقنا وضيعنا ومدننا، لانه ابشع شيء انه اللبناني يبطل حلو، اذا بطل لبنان حلو ببطل يعني له لهالشاب او لهالجيل الجديد شيء. نحن قد ما فينا بدنا نحليه ونزيده جمال تنعلقهم بارضهم ونثبتهم بارضهم ويضلوا موجودين هون. نحن عن جد لانه كل مناطقنا هي مناطق نموذجيه وكثير حلوه، عندنا الباترون من مدخلها لشطها، يعني بدعي الجميع يطلوا، وهيدي فرصة كتير حلوة يجوا مع أولادهم مع رفقاتهم قرايبينهم كمان بينبسطوا الأولاد، لأنه كل هالأنيميشن وهالأشياء كلها يعني فور فري ببلاش. أصفين عسيل عضو المجلس البلدي بالباترون، شكرا لحضورك معنا بستوديو أخبار الصباح، وكل التوفيق لكم بكل النشاطات اللي عم تقوموا فيها. خلينا نقول مش بس هلا، خلال فترة الميلاد على مدار السنة، لأنه بنعرف الأجندة الثقافية والنشاطات كتير حافلة عم بتكون بالباترون. وأكيد منعيتكم ويعطيكم ألف عافية بالبلدية. أهلا فيك، وإن شاء الله لمستقبل على طول لبنان حلو وباترون أجمل. ان شاء الله. اهلا فيك. اهلا وسهلا. متابعين حلقتنا معكم، وبعيونهم نرى مشروع اعدته جمعيه تكافل بيهدف الى تشجيع الاولاد لالتقاط صور فوتوغرافيه عفويه بتعبر عن احاسيسهم وافكارهم، وترجم المشروع بمعرض صور وحفل توزيع الجوائز على الاشخاص المشاركين بجامعه الاداب والعلوم والتكنولوجيا بلبنان الAUL، وتقرير لزميلتنا رولا امين الدين منتابعه سوا. صور أخذت بعيون أولاد لم يتجاوزوا 16 من عمرهم، هواة أرادوا توثيق اللحظة ونقل رسالة من خلال صورة التقطت بكاميراتهم لتحكي قصة بتعبر عنهم. بعيونهم نرى هو مشروع أتى ضمن نشاطات جمعية تكافل لتلقت صور المشاركين واختارت أجمل 100 صورة، فاختتم مشروعها بجامعة الAUL حيث وزعت جوائز على الفائزين. الصورة اللي صورتها لطفل بحديقة الصنايع اللي هو كان حزين لحاله لأنه كان قاعد وكان عم بيشوف وراء العالم والأولاد مع أهليهم عم يلعبوا، حتى وصل هالفكرة للمجتمع وللأهل بالذات أنه الأولاد بحاجة كتير لعاطفة. نقيت صورة عن سلحفات موجودة بمنطقة على الشارع عم تقطع الشارع تتفوت على حقل الألغام، حبيت ألقط هالصورة تفرج العالم أنه حتى السلحفات عم تقاوم هذا المشروع. صورت عن الطبيعة،
هو المحل بقرنا السوداء بفرج جمال لبنان. صورتها مخبز آلي مقفران لبنان حدنا بصور. تذكرت كيف قبل كم من زمان قبل كانوا أجنادنا يخبزوا عيديهم ويتعبوا يعني وقت يبقى الخبز قديه ليستوي. أعتقد أنه كل يعني واحد حط روحه بالصورة. مثلا أنا بحب كثير أقرأ وأكتب صورتي كانت عن كتابي. في حقوق الإنسان human rights الحق في اللعب من حال واحد يلعب يفرح يبتسم من الطفولة. أنا حبينا نصور عن المواضيع بهذه الفكرة أعطانا فرصة نفجي مواهبنا. هدف المشروع أتى لتنمية مواهب الأولاد اللي بيفتقدوا لفرصة لإبراز هالموهبة، فأتى الحفل برعاية وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس وبالتعاون مع المجلس الأعلى للطفولة. الطفل بيصور صورة بيبعث لنا إياها، بيكتب لنا شرح بسيط عنه شو هو شايف في هالصورة، يمكن أشياء نحن مش ما نكون شايفينها. وتم طبعا خلال فترة استلام الصور وكذا فرز الصور وفرز الفائزين. بقى بنحاول نشوف شو ما وراء الصور، شو سبب انه الاطفال مصورين اشياء محدده، ونحاول كمان من خلال الجمعيه كونها بتهتم بالاطفال بكل الجوانب انه نطلع معاناه هذه الاطفال. في قلم وفي كاميرا عم تصور، كاميرا عم تصور، القلم عم يكتب بالنسبه للاطفال، عم عبر عن مشاعره للعالم كله العربي والاجنبي. اكيد صور معبره، شفت صور اولاد عم يلعبوا فيهم روح وحياه، شفت بنت صغيره مصوره وسط كتب، يعني مش حدا كبير عم يصور، بتحسيها انه طفولية وبنفس الوقت معبرة. يعني بعتقد هالأطفال حيطلع من المصورين كبار بالمستقبل ومحترفين إن شاء الله. وبنهاية الاحتفال أرادت جمعية تكافل لرعاية الطفولة إنها تشكر تلفزيون المستقبل لتغطيته المستمرة لأي نشاط مرتبط بالطفولة، وذلك من خلال درع تكريمي. المصور الصحفي عمار عبد ربه، صباح الخير واهلا وسهلا فيك معنا باستوديو اخبار الصباح. كنت عم بتشوف صحيفه لوريون الجور تبع اليوم وفي مقاله خاصه كمان، خلينا نشوف المقاله بالكتاب يلي هلا رح نحكي عنه. صح، لسه ما شفتها لانه الصبح بكير. هيدا المقاله هلا تصفحتها معنا على السريع، بس نحن رح نحكي بتفاصيل الكتاب وبعدين رح بيكون عندك الوقت الكافي كمان تنشوف اكثر. بقول لك اول شيء مبروك على الكتاب، من سنه كانت ضيفنا وحكينا عن معرض قمت فيه كمان بجاليري ايام، ولكن هالسنة اليوم رح بتكون موجود بجاليري أيام لتوقع كتابك الجديد الخاص بمدينة حلب. هو تحية لحلب ألب، ومثل ما منهجية ألب A L E P بالفرنسية، أنت كمان قسمت A L E P. L مين هن؟ L بناتك؟ بنات حلب. بنات حلب. و E شباب حلب. شباب حلب. P سلام اللي كمان أكيد بتدل على البي تبعي. وعم نشوف هالصورة كأنه يعني يمكن في شظية أو أزيفة، ومن خلالها أنت أخذت صورة بتشمل مدينة حلب عم نشوفها للأسف. تنقول يمكن حلب هي مدينة سياحية، هي مدينة تاريخية، يعني فيها تاريخية. سياحة وفيها الصناعة وفيها الاقتصاد وفيها الدين، يعني كل الأديان والطوائف كانت عاصمة كتير مهمة على طريق الحرير. يعني ما فينا نلخصها بكلمة واحدة ولا بجملة واحدة، من أقدم المدن المأهولة بالتاريخ. يعني في منلاقي عم نشوفون مثلا سوق النحاسين. أي والصورة القبلة، إذا فينا نرجع للصورة القبلة، عم نشوف دمار بس عم بيكون في هيدي الصورة. هاي خبرنا قصتها. هاي فريق إنتاج تلفزيوني عم يصور، كان بحلب عم يصور مسلسل كوميدي مش حياة مسلسل. مسلسل ساخر جدا،
وكان يعني رفقتهم على فترة، وأوقات إنه عم يصوروا بيصير ضرب يعني كتير قريب، فبيقولوا يلا يلا من عيدة مرة تانية وهيك، إنه بشكل شبه عادي يعني ما في أي خوف أكثر من العادي مثلا. لا وعم بيصوروا مسلسل كوميدي يعني مش كوميدي انه بيحكي عن الوضع وفي سخرية كتير قوية وكتير حلوة يعني. زرت حلب يعني الكتاب من سنة 2013-2014 الزيارات كانوا لألك لمدينة حلب، تغيرت من هلا من وقتها لهلا كتير المدينة. أكيد كل يوم تتغير يعني، عم يصير في قصف عشوائي رهيب كل يوم، فكل يوم يعني أنا كنت بين كل سفرة وسفرة في معالم او حتى اوقات البيت اللي كنا ننام فيه مثلا يكون راح يعني يكون. بس كنت عم تقلنا تحت الهواء انه قصدت تبين شويه امل بوسط كل هالدمار، ما بين الدم بين الدمار. انا كثير بيهمني بهاللحظات هاي شوف كيف الناس بتتعامل مع الحدث يعني. نحن بنشوف دائما المقاتل، بنشوف الجندي، بنشوف اللي معه سلاح، بس ما بنشوف الحياة اليومية، ما بنشوف الأسواق مثلا اللي الناس بدها تشتري خضرة بدها تاكل بدها تعيش يعني. هي بتهمني كتير انه هيدا الشخص المدني اللي موجود بهالمنطقة اللي ما حمل سلاح كيف بيتعاطى مع الوضع. صح. وكتير اوقات بتلاقي انه في مثل ما شفنا هلا مع الفريق اللي عم يصور فيديو، بتشوفي اوقات لحظات فيها كتير امل وفيها كتير طاقة، ناس عم ترقص، ناس عم تغني، هي كثير ايجابيه كثير. يعني عم نشوف هون صبيه، هلا بنشوف الصوره رايحه على المدرسه رغم اكيد كل الوضع الامني المهتز. وكمان بيلفتنا تعليق نورا شرباتي جنبلاط، خلينا نقول انه كل صوره مرفق معها تعليق او يمكن كتابه عن هالصوره، كيف اخترت الاشخاص وشو وكيف تركت لهم حريه هن يكتبوا يلي بدهم، او هن نقوا كل شخص نقى الصوره يلي يمكن اكثر شيء هيك لمسته؟ تماما. ايه انا اخذت يعني مو كل الصور، في 10 صور عليهم تعليقات، العشر صور هدول عرضت كل الصور لشخصيات او لاصحاب يعني، دائما كانوا اصحاب او ناس بعرف انه بيحبوا حلب ولهم علاقه معها كثير خاصه. هالاشخاص هي يعني من ماري سراي اللي هي ماري معمر باشي سراي والداني بحلب وكاتبه بفرنسا معروفه يعني روائيه، لا مدام نورا جنبلاط مثلا، لا ماجد شرفي اللي هو فرنسي من اصل جزائري بس غنى بحلب بالتسعينات وبيقول لليوم انه ما بينسى هالحفلات هي اللي اجراها بحلب. نعم. فكل هالشخصيات هي عرضت عليهم كل الصور وقلت لهم اختاروا يلي بتحبوها او يلي بتحكي لكم شيء واكتبوا شو ما بدكم يعني، ما في ضوء اخضر كان بالمره. ففي ناس مثلا حبوا يحكوا عن الناحيه التربويه او الطلاب اللي رايح على المدرسه، في ناس على الرقص على هلا عم نشوف هاي مثلا، هاي ماجد شرفي هذا الشاعر والكاتب الفرنسي من اصل جزائري اللي كتب عنا انه قد ايه حلو الناس ترقص وتغني مع انه يمكن تموت بعد ساعه مثلا. بس هيدا شو كان في كانت مظاهره ثوره او اعتصام، مظاهره ضد النظام يعني، وعم يرقصوا فيها وبيغنوا وبياخذوا اغاني صباح فخري بيغيروا بعض الكلمات فيها يعني، شيء مضحك ومبكي بنفس الوقت لانه كثير مؤثر، بس بنفس الوقت في طاقه كثير كثير قويه يعني، في انرجي عجيبه، في تناقض خلينا نقول يعني. من خلال الصوره هلا اللي عم نشوفها، عم نشوف على راس السلاح في ورده حمراء اللي هي رمز الحب. تمام. صح؟ هذا مقاتل كردي مثلا من الوحدات الكرديه. ايه انا كثير استغربت يعني، بعدين اندمت انه ليه ما رحت سالته ليه حاطط الورده كان. طبعا في ناس بده يشوفوا الصوره بيفكروا انه انا كنت جايب الورده واعطيته اياها. ايه ما هيك بدي اقول لك يعني، يعني كثير كلها يعني لحظات عفويه، كلها لحظات تلقائيه يعني، ما فيها اي تحضير. اوقات بكون مستعجل كثير الواحد لانه في ضرب وقصف وهيك ما بيقدر يوقف او يحكي او كم صوره اخترت عمار بالكتاب؟ هذا سؤال كان لازم افكر فيه. اظن في 60 يمكن، بس ما بعرف هيك شيء. بس من اصل كم صوره؟ كثير. او في كثير. هلا على اي اساس تختار الكادر؟ يعني اي اساس تختار انه هيدا هي المشهد خرج انه او بده يعبر عن رساله اذا بصوره؟ هلا هذا يعني هي جد عم تكوني ماشيه بالشارع وفجاه بتشوفي باخر الشارع هالبنتين اللي جايين، وحتى بالاول وقت بعمل الصوره ما بشوف شو عم يعملوا، بعدين انتبهت انه عم ياكلوا شيبس مثلا وراجعين من المدرسه مثل اي بنتين بالعالم. فهي ما بتقرري مزبوط يعني، بتصوريها لانه في الدمار وفي المدرسه يعني. انا بتذكر دائما مثلا انه حتى بيروت بنعرف انه يمكن اوقات اذا شتت شوي في ناس حيقولوا ما راح ابعث اولادي على المدرسه اليوم لان شتت. مزبوط. فهون وقت بتشوف انه بيكون قصف وضرب
والناس بعت اولادها على المدرسه بشكل عادي، فهي اللي بتهمني انا هالناحيه. هيدي الصوره كتير حلوه كمان، هي بياع جنريك في ورد حاطط مزينه، ايه مزينه، وكمان هي بتعبر كتير عن الوضع، انه صحيح في قصف بس مثلا الناس عم تاكل او اذا هو عم يبيع، يعني في ناس عم تشتري وعم بيتجول بالشارع عشان مخبى، يعني جنريك منه خبز مثلا، منه شيء من الاساسيات، صح، يعني شيء الواحد بيتسلى فيه او بيكون لكشري، يعني شيء كماليات عم نشوف. اكيد في هيك مشاهد او لحظات انا مش رح شوفها مثل ما عينك بتشوفها، مش بس بسوريا، زرت سوريا بالحرب، ايضا زرت ليبيا، العراق، ليه بتقصد تروح على ساحات الحرب؟ يعني ما بقصد روح لها، بس اوقات هي بتفرض حالها علينا، يعني وقت بتكون مثلا بلبنان ولا بتكون بليبيا، هي البلاد كلها عشت فيها وبعرفها، يعني بعرفها منيح. ما في انا ضل عم صور، بس انا بصور شغلات كثير مختلفه، عم صور مهرجانات فيلم، بصور موضه، السنه الماضيه مثل ما تفضلتي جيت لمعرض عن العري، عن التعري، يعني فبصور شغلات كثير مختلفه. وقت الحرب هي بتفرض حالها علينا او بتكون جزء منها، ما فينا كمان ننكره ونقول انا ما بدي ارفض. اوكي، هي الصوره، هيدي الصوره اللي كثير لفتتني انا، اللي هي شو عم نشوف؟ شراشف مثل جدار، ايه باتشورك، جدار من الشراشف والسجاد ليحموا حالهم من القناصه، يعني القناص ما بيقعد بيشوف الشارع فما بيقدر يقوس بشكل مريح له. طبعا فيها شيء من العبقرية، يعني من الجمال، وكمان منا سهل، يعني انا قعدوا يشرحوا لي انه اذا كثير خفيف الهواء بيطيرها، واذا كثير ثقيله بتوقع، فبدها يعني نقطه معينه مثل هندسه او شيء لحتى تزبط. كمان عم نشوف يعني كانه اهالي الحي بيتكاتفوا سوا تيأمنوا الحمايه، تيأمنوا الامن لاولادهم ولالهم. وطبعا عباره حريه اللي باول بالصوره موجوده كمان كثير بتاثر فيه. طب في صور حسيت انه بعد ما هلا طبعت الكتاب واكتمل واليوم بدك توقع، حسيت في صور يمكن كان لازم تكون موجوده او ممكن تصدر بجزء ثاني او ممكن تخصص ما بعرف مدينه سوريه غير حلب بكتاب جديد؟ هلا كل شيء ممكن، ما بخطط هيك لقعد كثير لقدام، بس طبعا يعني سوري اعمار، وقتها بلشت انت تصور بحلب انت كنت حاطط قدامك مخطط انه بدك تصدر كتاب؟ اكيد لا اكيد لا، انا مصور صحفي فهدول الصور كانوا كلها للصحافه، بس للاسف بالصحافه وبالاعلام سوريا اليوم هي تلخصت لداعش ولنظام الاسد. هالناس هي اللي بتشوفيها بالكتاب، اللي مثل ما قلنا طلاب المدرسه، بياع الجنريك، او كل هالعالم، هاي ما عاد لها اي وجود ابدا. يعني بتسمعي انه كل يوم طلع غاره وكل يوم راح 100 قتيل او ما بعرف قد ايه، بس ما بنعرف شيء عنهم. ووقت حدا بيحكي عن سوريا وعلى الاخص بالغرب بنحكي عن نظام الاسد او داعش. انا حبيت ارجع اذكر انه في بالعالم سوريين، في بشر، في ناس عندها بتحب الموسيقى، بتحب الافلام، بتحب تصور، بتحب تصلي كمان، بتحب تصلي، يعني ما عندها اي مثل اي حدا بالعالم، يعني منا فاكيد ما بتستاهل اللي عم يصير فيها. ونذكر انه موجودين، نذكر شيء يعني مؤلم الواحد انه يقول انه بدي ذكر بوجودهم. اخر زياره لحلب امتى كانت؟ سوري، من سنتين. من هيك يمكن بنلاقي بكل صوره في اشخاص، مش عم بتصور الدمار. لا ضروري كثير يكون في اشخاص، وضروري يكون كل واحد، يعني كثير ناس مثلا اللي شافوا الكتاب لسه مثل ما تفضلتي ما نزل، بس كل اللي شافوه لهلا تاثروا كثير وشعروا، يعني انا هذا بيهمني كانه يشعروا بالالم البعيد شوي عنهم. يعني قلت لنا من شوي الرجل يلي حامل الباروده وعليها ورده، قلت لنا يا ريت قربت سالته، كنت عم تتعاطى مع العالم تروح تسالهم تحكيهم؟ وقت ممكن اكيد ايه، ومضي وقت معهم ونتغدى ونتعشى، يعني لا كان وضع بعدك تتواصل عادي مع حدا منهم؟ بعدني لهلا ايه، امبارح حكيت معه كثير، للاسف كثير ناس عرفوا انه نزلت صورتهم ايه بالكتاب؟ ايه، للاسف في كثير ناس من اللي رافقوني واللي ساعدوني انجز هالصور للاسف ما عادوا معنا اليوم، سقطوا شهداء وكنت بتمنى ان يكونوا موجودين. هذا يمكن الكتاب اكيد تحيه لروحهم وتحيه لكل الشهداء اللي عم يسقطوا. وما بدي الناس تفكر انه بس محشوره بحلب، يعني كمان عن طريق حلب، عن اسم حلب اللي هو مدينه سوريه كثير مهمه، بس بنحكي عن الم كل السوريين، صح، وكل شيء عم يصير بالبلد، يعني صار له هلا 5 سنين ونص.
فأكيد تحية لألون ونرجع دائما مرة تانية منذكر أنه ما أنه في عالم تحت كل هالقصف، في ناس صح. في بشر ما كان عندهم مشكلة أنه تصورون، يعني هلأ شفنا مقاتل عم يشرب أرجيلة. آه بالعكس ما عندهم، ما عندهم مشكلة. بالعكس يعني عندهم أول شيء للأسف كمان هون أنا بحس أوقات أنه نحن قصرنا كثير مع 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 الحلبية ومع السورية إجمالا، أنه كان عندهم أمل كبير أنه وقت تطلع هالصور بالعالم رح تتغير النظرة لألون، رح يصير في حركة سياسية، رح يصير في تضامن كتير كبير أو شيء من هالنوع. مثل ما بنعرف ما صار شيء، يعني حتى مبارح بمجلس الأمن شفنا أنه مجرد قرار لحتى يصير إسعافات ويصير مساعدات إنسانية توقف، صار عليه فيتو. فكل زيارة ورا زيارة صاروا الأمل تبعهم بهالحركة لنقول الإعلامية يخف، بس بيضل الرسالة. الرسالة تبع هيدول الصور وصلت، يعني نحن وقت نقول حلب بس بنشوف دمار، سقوط شهداء، سقوط قذائف، صواريخ، مننسى انه العالم عن جد عم بتبيع جنارك، العالم قاعده عم بتأرجل، الحياه مكمله بحلب، الحياه مكمله. ما نفكر انه يعني اذا بس بنقول انه عم يأرجلوا وعم لا يعني مش الدنيا بالخير، مش الدنيا بالخير، بس عم ننسى العالم، يعني صاروا كانه عدد لهالدرجه. يعني تمام، هون حنشوف في وجوه، حنشوف في اشكال، يعني حنشوف في اطفال، في اباء امهات الى اخره. هاي كتير ضرورية بالنسبة لي. عمار، قصدت شيء مخيمات النازحين؟ عملت بعض التحقيقات، بس بيهمني بحكيها عن صورة مثلا بياع جنرك، بيهمني أكثر السوري اللي واقف وبقوة وعم يكتب تاريخ، لأنه نحن عم نكتب تاريخ اليوم، يعني عم نكتب تاريخ صعب مؤلم بالدم أكيد، بس التاريخ ما بيصير غير هيك. فهدول بيهموني، يعني أنا بحب ركز الضوء عليهم أكثر من يمكن النازحين اللي هي أكيد مأساة كتير كبيرة، بس اللي أنا بحس حالي يمكن أقرب من اللي بقيوا بحلب واللي عم يقاوموا بطريقتهم كل يوم، إن كان مقاتلين أو إن كان مدنيين، من النازحين. هيدا ما بيعني إنه ماني أبدا شاعر بألم النازحين، بالعكس طبعا، بس أوقات بده يحدنا بالخيارات لنقول بالتغطية. في مشروع هلا جديد لألك كمان؟ في دائما مشاريع، بس مثل ما قلت لك ما كثير بخطط لبعيد، يعني بشوف هلا نشوف كيف حيتم استقبال هالشغل هذا. الكتاب رح يتم توقيعه اليوم بجاليري ايام، تفضل بكره. بكره سوري، تفضل اي ساعه؟ حتى بكره من 6 ل 9 جاليري ايام، يلي هي قريبه من زيتونه باي، قريب من الاوتيل مونرو ببرج بيروت. وبتمنى انه اي حدا مو بس بيعرف حلب، بس اي حدا يشعر بانسانيته يجي ويتعرف على الكتاب ونشارك نحكي مع بعض. واهلا وسهلا فيكم انتم. شكرا شكرا، اهلا فيك المصور الفوتوغرافي عمار عبد الربو. كتاب حلو، وان شاء الله رساله اكيد توصل من خلاله هالصور ومن خلال هالكتب للكل. شكرا. احنا رح نختم كمان حلقتنا معك هلا، والختام رح بيكون مع تقرير الرياضي. بكره اكيد حلقه جديده بتمام الساعه 7:30. باي باي. مايك تايسون أو مالك تايسون ولد في 30 يونيو 1966، وهو ملاكم أمريكي ملقب بالرجل الحديدي، حصل على لقب بطل العالم للوزن الثقيل للمحترفين وهو في عمر 20 سنة فقط. نشأ في أسرة فقيرة، ترك والده جيمي سايفو زاكري بيكارتيك العائلة وهو صغير، مما حدا فيه أن يأخذ نسبة أمه تايسون، وذلك حسب شهادة أخيه الأكبر غير الشقيق جيمي كيرباكارتيك. نشأ في نادي الرياضي واحترف مايك الملاكمة للمحترفين في سن صغيرة، ثم أصبح بطل الوزن الثقيل للمحترفين، وهو من الأصدقاء المقربين لمغني الراب الأمريكي توباك الذي اغتيل بعد مباراة تايسون الشهيرة عام 1996. بالعام 1997 خسر الملاكم مايك تايسون أمام غريمه إيفاندر هوليفيلد عند مقام الأول بقدم جزء من أذن الثاني أثناء سير المباراة. دخل تايسون السجن بتهمة اغتصاب فتاة سوداء، وهي كانت قضية قيل بأن ملفقة للانتقام من النجم الأسود. وفي السجن تعرف على بعض الأشخاص الذين أقنعوه بالإسلام، ثم أعلن اعتناقه الإسلام وسمى نفسه عمر عبد العزيز، ثم بعد ذلك تم تغييره لمالك تايسون. ويذكر محبي الملاكمة أثناء ظهوره الأول على حلبة الملاكمة بعد خروجه من السجن وقد رفع أتباعه الأعلام البيضاء ويكبرون تكبيرات الإسلام،
وتعد تلك الخطوة في نظر بعض المتابعين مجرد مناورة لتحسين صورته أمام الأمريكيين وخاصة الأمريكيين الأفارقة بعد إدانته في قضية الاغتصاب. منذ خروجه من السجن دخل في مشاكل مالية بسبب الديون التي تراكمت عليه. ساعد تايسون في التفكير الجدي في اعتناق الإسلام تمديته 3 سنوات في السجن، أي نصف مدة العقوبة التي حكم فيها، وهي 6 سنوات في سجن إنديانا للشباب، حيث وجد في خلوة السجن فرصة سانحة في مراجعة مسار حياته وداخل حلبة الملاكمة وخارجها. فصمم بعد دراسته للإسلام على أن هذا الدين هو الذي سيساعده على تجاوز كل مشكلاته في الحياة. اختار مايك تايسون بعد اعتناقه الإسلام اسم جديد لنفسه، وهو مالك عبد العزيز، باعتبار أنه اسم مالك هو الاسم الإسلامي المقابل لاسم مايك. ورغم نجاحه في تغيير دينه إلا أنه لم ينجح في تغيير اسمه، إذ ظلت وسائل الإعلام المختلفة تنادي بمايك تايسون، حيث كان إسلام تايسون بالنسبة لوسائل الإعلام الأمريكية المختلفة له نفس صدى الإسلام لمحمد علي كلاي في الستينات. ومن وقت لاحظ كثيرون كيف أصبح تايسون حنون وأكثر تواضع واحتراما بعد اعتناق الإسلام، فقد أخذ على نفسه عهد بالحفاظ على الصلوات الخمس والالتزام بأوامر الله ونواهيه، ليكون مسلما صادقا في إيمانه ومخلصا في إسلامه ومطيعا لربه راجيا رضاه ومغفرته. يقول مايك تايسون: لقد قضى السجن على غروري ومنحني الفرصة للتعرف على الإسلام وإدراك تعاليمه السمحة التي كشفت لي عن حياة أخرى لها مذاق مختلف، وقد أمدني الإسلام بقدرة فائقة على الصبر وعلمني أن أشكر الله حتى على الكوارث. ويضيف تايسون: لم أكن أقبل أن أسلم بدون اقتناع، ولهذا كنت مترددا في بداية الأمر حتى درست القرآن الكريم ووجدت فيه إجابات على كل الأسئلة عن الحياة والموت. وأشد ما أقنعني في القرآن أنه يحترم اليهودية والمسيحية في الوقت الذي ينكر فيه اليهود المسيح والمسيحيون ينكرون الإسلام، وكان إسلامي بعد هذا الاقتناع أكثر قوة فيما لو أسلمت دون دراسة أو وعي. اعتزل تايسون الملاكمة بعد عدة هزائم متتالية، بعد ما كاد أن يصبح أسطورة في تلك اللعبة كسابقه محمد علي كلاي، إلا أن أسلوبه داخل الحلبة أصبح يعد مرجع لكثير من هواة اللعب الشرس. وبسجل الملاكمة للمحترفين مرتين بطل الوزن الثقيل ومرتين أيضا بطل الوزن الثقيل أيضا، بالإضافة لأنه كان عنده مباراة احترافية هي فيها 50 فوز 44 ضربة قاضية 6 هزائم و2 بدون قرار، وهو أصغر بطل عالم بعمر 20 سنة.